اهلا وسهلا بكم اصدقائي متابعين صفحه عمو فرانسيسكو. هذا القناه والله لا هو الطبخ ولا هو اي شيء. هاي القناه لا هي مثل ما شفتوا. تابعوا هذا الفيديو للاخير اصدقائي. طريقه تحقيق ال 4000 ساعه ومع ال 1000 مشترك. لل 1000 مشترك في ناس تقول انه دخول حفلات كثير، ساوي اكثر من حساب، ساوي اكثر من اشتراك. طريقه ال 4000 ساعه اصدقائي ما هي بهذه السهوله، يمكن تقعد سنه او سنتين ما توصل ل 4000 ساعه، يكون محتوى ومواكب العصر اللي انت عايش فيه. من فترة دخلت أكثر من حفل بس مباشر وطلبوا مني إنه شلون طريقة الترويج. طريقة الترويج أصدقائي، أنا في عندي قناة طبخ اسمها سهل النجار، بعد ما حققت 1000 مشترك أعطيتها لشخص اسمه صهيب، هو اللي في غازي عنتاب، وفي أكيد في كل محافظة فيه وفي كل دولة فيه، يعني هذا الشخص ما هو قطعة أثرية. بعد ما تحقق 1000 مشترك ال 4000 ساعة لازم حط على قناتك فيديو واحد روجه على اليوتيوب لمدة نهار واحد. في نهار واحد ممكن تحقق 4000 ساعة. انا روجت لنهار واحد على قناه الطبخ، روجت في الليل، الصبح فقط كان في عندي 12900 ساعه، 12942 ساعه صار في عندي في نهار واحد. اصدقائي ان شاء الله بعد ما تزبط قناه الطبخ واتاكد انه هذا الحكي 100% صح. طبعا انا كلفني ترويج 1000 ليره تركي، 1000 ليره تركي على الدولار 150 160 دولار، ما بعرف على المصري ايش قد، ما بعرف على غير دولة شاد، بس على الدولار 150-160 دولار. خلال نهار واحد حققت ال 4000 ساعة وزادت كمان 4000 ساعة. أو يكون محتواك كثير كويس كثير مشهور، تحقق بين نهار وليلة كذا، أو تقعد سنتين ثلاثة وتبعت بس مباشر واشتراكات وكذا. أصدقائي أهلا وسهلا فيكم. أنا مثل ما وعدت الكل إنه إن شاء الله بعد فترة بس تزبط لك قناتي. امبارح حكيت مع هذا الشخص اسمه صهيب، هو هون في غزة عنتاب، إذا زبطت قناتي تأكد من الحكي 100%. بتحبوا أوصلكم له، ما عندي أي مشكلة. في أكيد إيش الطريقة اللي هو رح أصوره إن شاء الله فيديو أنشره كمان على قناتي، بحيث تحققوا كل 4000 ساعة أقل مهلة. أنا لا بصوره، أنا في المحل أحيانا بروح على البيت الساعة 9 10 في الليل، ما بعرف أنا أصور في البيت، اضطريت أنا أصور معه. أصدقائي إن شاء الله بعد جمعة أو جمعتين بس تحقق قناة الطبخ. تدخل جوجل ادسنس، لاني بعثنا ربط جوجل ادسنس لسه ما اجت الموافقه، بس اجت الموافقه تاكدت من الحكي 100%. رح اصور هذا الشاب فيديو وانشره على قناتي، يا يعلمكم الطريقه يا هو يساعدكم ان شاء الله كل القنوات، وان شاء الله قناتنا تكبر وكل واحد له اليوتيوب هدف. يعني اكيد كل واحد ناشر عم بنشر فيديو يا تمثيل او ضحك او طبخ او كذا، يكون محتوى كويس. يعني انا بروح على البيت والله عندي كل يوم بروح البيت بعد شغل 14 ساعه، بروح على البيت عندي شيء 1000 اشعار جايين من قناه اليوتيوب. 14 ساعه بشتغل والله طبخ في جامعه غازي عنتاب. اصدقائي هذا الفيديو يمكن انشره هلا او يمكن انشره بعد شوي، بس حققت قناه الطبخ، دخلت جوجل انسن وتاكدت انه هذا الحكي كله صار نظامي. اصور هذا الشاب وانشره على قناتي قناه عمو فرانسيسكو. والاشخاص اللي عم تشوف هذا الفيديو بس تحط تحت كلمه وحده لحتى اتاكد انه الاشخاص اللي بدها تتعلم. يعني ما تحقق ال 4000 ساعه الا اذا عملت ترويج او تقعد سنتين او ثلاثه. انا شفت قناه من كم نهار عندها صار فوق 500000 600000 مشاهده لحتى حققت ال 4000 ساعه. فاتحه القناه في 2017، اول 2017 ونحن في اخر 2019، يعني اكثر من سنتين لحتى حققت ال 4000 ساعه. اصدقائي اهلا وسهلا فيكم من قناه عمو فرانسيسكو. السلام عليكم.